والآن إلى موضوع آخر شروق، وهو موضوع في غاية الأهمية. فكرة التكنولوجيا والتطور التكنولوجي أصبح موجود في كافة المجالات، بل وكل المجالات حول العالم. ولكن الملفت جدا في هذه الفقرة تحديدا سنتحدث عن وجود الروبوتس داخل العمليات الجراحية الدقيقة. هذه خطوة كبيرة ومهمة، وربما يكون هناك العديد من التساؤلات. صحيح. وأيضا المخاوف. إذن يعيش العالم تقدما تكنولوجيا كبيرا، كما يعني نستطيع القول أن الروبوت الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، حتى في الطب نجد روبوتس، وهذا الروبوت يستطيع إجراء عملية جراحية. هو الجهاز الأكثر تطوراً الذي يطلق عليه اسم دافينشي، الذي تمكن منذ عام 2001 من المشاركة في حوالي 1.5 مليون عملية جراحية سنوياً، ما يبشر بعصر جديد في مجال الجراحة والتكنولوجيا مع شروق. أنا عايز أسألك سؤال هنا قبل ما نكمل تفاصيل مارينا، هل تقبلي أنه تعملي عملية فيها الروبوت هو اللي بيعملها لك مش دكتور؟ انا نفسي ما اعملش عمليه، بس انا بخاف برضو. بس استطيع القول انه بحسب التفاصيل ربما اللي هنلجا عليها. ثقتك في الروبوت نفسه، هل هيكون عندك ثقه كافيه ان انت تجري عمليه كامله روبوت هو اللي بيعملها لك؟ لا ولا طيب خلينا نكمل. أو ربما يتغير رأيي بعد معرفة المزيد من التفاصيل عن الروبوتات الجراحية ومصير هذه الروبوتات في المستقبل. ينضم إلينا من دبي الدكتور مهند الأنصاري، مدير ومؤسس مستشفى الميتافيرس بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك دكتور. إذن هي مخاوف مشروعة، البعض يتساءل، البعض لا يفهم التفاصيل، البعض يريد معرفة إلى أي مدى يستطيع روبوت أن يجري عملية جراحية وخصوصا لو دقيقة. صباح الخير عليكم أحبتي، صباح الخير على القناة القاهرة الإخبارية. في الحقيقة طبعا هذا موضوع شيق وموضوع مهم، وأيضا السؤال اللي طرحتي على زميلتك في اللقاء هذا هو سؤال مهم. الجراحة الروبوتية تعريفها هو إجراء عمل جراحي باستخدام تقنيات حاسوبية وروبوتية تؤدي إلى إتمام عمل جراحي أكثر دقة. وبالتالي طبعا الروبوت ما راح يجري العملية لوحده، الروبوت يقاد من قبل جراح خبير يجلس على قسم قيادة الجراحة التي تسمى بالسيرجن كونسل. إذا تشوفون في العمليات في الصور اللي عندكم راح يطلع الدكتور مهند جالس في هذا المكان، وهو يقود الجراحة مثل الطيار، ويستخدم مرات مثل تقنيات الطيار الآلي. وبالتالي الجراحة تقاد 100% من قبل الجراح الخبير. هذا الجواب. وبالتالي إذا إن الروبوت الجراحي يعني الدكتور مع الروبوت، أنا فهمت بشكل صحيح دكتور؟ نعم بالضبط. وبالتالي إن الجراح يتحكم 100% عن طريق الأذرع الروبوتية اللي تدخل في أماكن خاصة من الجهاز وقمرة القيادة، وبالتالي يقود الأذرع الروبوتية اللي عادة تكون 4 أو 3 تدخل داخل الجسم البشري وتجرى الجراحة. طيب دكتور مهند، عايزة أسأل حضرتك هنا، يعني برأيك ما أهمية وجود هذه الروبوتات في غرفة العمليات إذا ما كان الدكتور هو المتحكم بهم؟ أحسنت. نعم الحقيقة طبعا هذا رح نيجي على شيء يسموه مميزات الجراحة الروبوتية. دائما أنا في العيادة من يجي المريض أطرح عليه، خاصة في جراحات الأورام وأورام الجهاز الهضمي، الله شافي كل مريض، نخبر المريض هل تريد الجراحة أن تجرى بالجراحة المنظارية اللابروسكوبيك سيرجري أو الجراحة الروبوتية. المريض يسألني على مميزات كل جراحة. مميزات الجراحة الروبوتية اسمعوا شلون مهمة. 1 جرح أقل، جرح أصغر، حيث أن الجرح هو 8 ملم. 2 نزف دموي أقل. 3 إجراء جراحي أسرع. 4 رؤية المدى الجراحي أو المجال الجراحي بتكبير يصل إلى 16 مرة، وبالتالي أنا أرى الأعصاب الدقيقة وأستطيع حمايتها أو الأحشاء المهمة أو الشرايين والأوردة المهمة التي تزود بقية الأنسجة. وخامساً الذراع الروبوتي المتحكم، حيث الذراع الروبوتي اللي يدخل داخل الجسم نستطيع التحكم به بمقدار 360 درجة، بينما اليد البشرية تتحرك بمقدار 260. شوف الفرق. نعم طيب دكتور، يعني بالطبع يمكن للبشر أن يخطئ، هل يمكن للروبوت أيضا أن يخطئ؟ يعني بالطبع هناك تحديات، هناك بعض المشاكل، هل يستطيع الروبوت أن يكون في كافة العمليات الجراحية لكافة المرضى، أم هناك أيضا شروط ومحددات؟
اي طبعا الحقيقه الروبوت الجراحي اذا ترك له الخيار ايضا يخطئ مرات، بس اذا زود ببرنامج قياده متقدم نسبه الخطا مالته مثل الذكاء الصناعي، لانه الان راح نجي على شيء اخر وهو الجراحات بتقنيات الذكاء الصناعي اللي الان صرنا نزود الجراحات الروبوتيه فيه. من نصل الى هذه المرحله نسبه الخطا راح تكون معدومه. لماذا؟ لان الروبوت راح يخزن الاعصاب، راح يخزن الشرايين، وبالتالي اذا وصل إلها راح راسا يتوقف. هذه طبعا الميزه، وبالتالي هي اجراء عمل جراحي باتقان. ولهذا الان اذا تشوفون المستشفيات بدات تاخذ هذه التقنيات وبدات تصير ثوره في مجال الجراحه الروبوتيه، واذا تشوفون الان حتى في مصر موجود، في عده دول موجود وبدا يكثر، وايضا بدا يصير عليه طلب خاصه في الجراحات المتقدمه. يعني انا مرات يجيني مريض من عنده الله يبعدكم ورم في البنكرياس او في الكبد، هو يطلب يقول لي اريد الجراحه بالتقنيه الجراحه الروبوتيه، لانه يعرف انه مضاعفات ونسب النجاح تكون اكثر، نعم، والمضاعفات اقل. اذا دكتور، يعني اذا تحدثنا بتفصيل اكثر عن نوعيات هذه العمليات الجراحية التي يساعد فيها الروبوت، هل هي بسيطة عادية ام معقدة؟ وايضا يعني هذا هو سؤالي فقط الى الان. بالضبط، الحقيقة دائما احنا نطرح الجراحة الروبوتية بالجراحات المعقدة. احنا نستطيع طبعا اجراء حتى جراحات المرارة البسيطة مرات بالروبوت الجراحي، بس هذه تكلفة، لانه احنا تكلفة هذه الجراحات هي اكثر بما يعادل $600 الى $1000 اكثر من العملية بالجراحة اللابروسكوبية العادية. أنا كان سؤالي الآخر، ما هي نوعيات هذه العمليات الجراحية؟ يعني أعطيك مثال، مثل أورام الجهاز الهضمي، أورام البنكرياس والكبد، أورام القولون، أورام المعدة، أورام الكلى، أورام الرحم المتقدمة، وعندنا طبعا حتى أورام الرئة اللي هي اللنج كانسرز وغير، وطبعا جراحات القلب وتبديل الصمامات القلبية. طبعا قبل كانوا يشقون المريض ب 15 سنتيمتر يسموه استرناتومي، الآن هي عبارة عن 3 شقوق صغيرة كل واحد 8 مليمتر، ويدخل الروبوت الجراحي لإجراء عملية في القلب بحيث المريض بعد 3 أيام يطلع إلى البيت، بينما قبل كان المريض يبقى عندنا. يعني دكتور، أنت تتحدث عن مزايا عديدة للروبوت، ألا تقلق أن يكون أو يحل روبوت مكان الأطباء في يوم ما في المستقبل بشكل كامل؟ صحيح. لا طبعا، بالعكس، دائما هناك قيادة بالجراح، بس اللي يصير عندنا أنه في العمليات الجراحية المعقدة قبل كانوا يكونون عندي في العملية هذه، مثال إذا عندي سرطان في المعدة الله يبعدكم، كان يصير عندي فد 2 مساعدين ودكتور مهند وجراح، فيصيرون التوتال 4، بينما الان في الروبوت الجراحي الروبوت يدخل الاذرق وعندي مساعد واحد مرات من الكادر التمريضي المدرب على العمليات الروبوتيه، ومرات يكون جراح اخر مساعد موجود، ودكتور مهند يكون جالس على السيرجن كونسل لاجراء الجراحه او اي زميل اخر، وبالتالي بدينا نقلل من المساعدين، بس ما نبقى نحتاج الكادر المساعد ونبقى نحتاج الجراحين لقياده هذه العمليه. تلاشى الخوف دكتورة، الآن أصبحت أثق في الروبوتس. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من دبي ومدير ومؤسس مستشفى الميدا فيرز بالولايات المتحدة الأمريكية دكتور مهند الأنصاري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتور. تطور كبير تكنولوجي في مجالات مهمة ودقيقة بشكل عام، سواء لتكنولوجيا أو لروبوتس تحديدا. بس أنا لسه خايفة برضو يا مارينا.